تتواجد، وانت طبعا انت في كل لعيبه اصحابك يعني طبعا، وانا شفت في حفله الام بي سي كل لعيبه كانت جايه لك يعني. طيب ناخد بس سياده السفير شريف سيف، سافرنا في كوت ديفوار يطمنا على باسة منتخبنا كابتن طبعا. حماده ووصولها الى كوت ديفوار. اهلا بيك يا فندم سياده السفير. اهلا كابتن مهيب، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب يا فندم، و هنعيش مع بعض بقى بطوله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بشره خير ان شاء الله، العيد عندك باذن الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا فندم. طيب طمنا حضرتك على وصول بعثه منتخبنا الى كوت ديفوار. الحمد لله البعثه وصلت، يعني الطياره تاخرت بس حوالي ساعه الا ربع. ايوه. والبعثه وصلت من حوالي ساعه كده تقريبا. والحمد لله الاجراءات في المطار يعني كانت سريعه جدا، واتجهنا بعد كده للفندق، وحاليا الفندق اللعيبه كلها متواجده في الفندق، ويعني خدوا وجبه صغيره وبعدين اتجهوا ان شاء الله لوجههم. عارف حضرتك رحله برضه سفر بتبقى شاقه. فاحنا هنسيبهم بعد شويه كده و شوف بقى الاجواء بكره هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. طب هل الحمد لله البعثه وصلت تماما؟ اتفضل يا فندم. طيب هل الفندق الفندق مخصص لمنتخبنا فقط؟ ايوه الفندق بس ما فيهوش غير المنتخب المصري. والحمد لله يعني احنا شايفين ان الاستقبال كان متميز سواء من الجانب الجواري في المطار او في الفندق، كمان برضو كان في مسؤولين وفي جانب من الضيافه موجود. الاستقبال الحقيقه على اعلى مستوى يعني. ودلوقتي اللعيبه زي ما قلت حضرتك هتتجه بقى الى غرفها بعد رحله السفر يعني. طيب الفندق بحوالي ثلاث دقائق من ملعب اللي هتقام عليه مباراه المنتخب ان شاء الله. ياه، ثلاث دقائق في منطقه هو في منطقة يعني في وسط البلد. وطبعا يعني احنا منسقين مع اللجنة المنظمة بحيث ان يكون في تأمين كامل للبعثة سواء في تحركاتها من المطار او من الفندق الى ملاعب التدريب علشان نسهل الموضوع والامور تمشي بسرعة ان شاء الله. طيب بالنسبة فندم للتدريبات، يعني ملعب التدريب بيبقى مهم جدا لان اللي انت كل يوم بتبقى متواجد فيه، حضرتك شفته؟ صح، هو ملعب التدريب يعني النقطة اللي فيه هو حوالي على يعبر على بعد 20 دقيقة. والملعب احنا تابعنا مع اللجنة المنظمة، كان في بعض الملاحظات من مسؤولي الاتحاد اللي جم هنا علشان يتابعوا حالة الاستاد قبل البطولة، واللجنة المنظمة الحمد لله يعني اتخذت الإجراءات بحيث ان يبقى الاصلاح بعد زي ما بنقول الرتوش، يعني كان في مشكله في الاضاءه، مشكله في بعض غرف الملابس، ولكن من واقع اخر زياره تمت لممثل الاتحاد المصري لكره القدم كان الوضع يعني ابتدى يتحسن الحمد لله. ملعب التدريب ان شاء الله هيكون كويس، هي النقطه بس ان هو على بعد زي ما قلت حضرتك 20 دقيقه. احنا زي ما قلت انا للجنه المنظمه ولرئيس اللجنه المنظمه احنا محتاجين يبقى فيه على طول يعني ركاب متحرك مع البعثه بحيث ان احنا اول لما نروح الملعب ما تاخدش وقت، خصوصا ان ريجان عاصمه كبيره فبيبقى فيها دايما مرور وفي يعني عربيات وزحمه، فاحنا عايزين حاله من السيوله المروريه ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه يا فندم لحاله الطقس، يعني دي بتهمنا جدا الاجواء، هل في رطوبه، هل الجو كويس، هل في امطار، حاجات دي بتفرق معانا احنا شخصيا. تمام هو الحقيقه يعني طبعا حضراتكم والكباتن مع حضرتك كابتن حماده وكابتن احمد اكيد عارفين الاجواء الافريقيه. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ فهم عارفين طبعا الاجواء الافريقيه، في بعض الدول الافريقيه بتبقى المشكله فيها مش الرطوبه لكن المشكله ارتفاعها عن سطح البحر. وده بيبقى بيؤثر جدا على طبعا التنفس بتاع اللعيب. الحمد لله احنا هنا في ابيجان ما عندناش المشكله دي، ولكن عندنا يعني رطوبه عاليه شويه بتحس طبعا بالحر دي، لكن درجه الحراره بتصل الى 24 25 ولكن الرطوبه بتصل الى نسبه مثلا 90%، فالرطوبه بتبقى عاليه شويه. الامطار في الموسم اللي احنا فيه ده بتبقى خفيفه، يعني ممكن تمطر بس مش بغزاره يعني. فانا اتخيل ان لا ده هي البطوله اتاجلت يا فندم عشان الامطار اساسا.
ما هو كان في اكتر من كده يا كابتن ايه. من لا يعني البطوله كانت هتبقى في شهر 7 واتاجلت بسبب الامطار. ايوه بالظبط. ما هو شهر 7 ده بيبقى اكتر، لكن طبعا دلوقتي يعني الوضع افضل جدا من حيث خطوط الامطار يعني. طيب هل في تامين خاص لمحمد صلاح؟ والله يا كابتن يعني هو نقطه زي ما حضرتك عارف ان محمد صلاح قيمه كبيره جدا، والناس هنا يعني بتهتم بيه جدا سواء المشجعين المصريين او غيرهم وبيتابعوا اخباره، لكن التامين مش هيقدر هو يعني لوجستيا مش هيقدر يوفر تامين لكل لعيبه. طبعا بس في عندك ساديو ماني، عندك محمد صلاح، عندك بعض اللعيبه يعني اللي كل افريقيا يعني ما شاء الله بتتفرج عليها وليهم يعني قيمه وليهم جماهيريه كبيره. صحيح. ولكن اللجنه المنظمه حتى الان ما يعني، لان عندك يعني في برضه طبعا يمكن محمد صلاح اللي هو الستوب، لكن في ايضا بعض اللعيبه الاخرين المحترفين ومش متوفر لهم اي حراسه شخصيه، ولكن احنا من ناحيتنا لا مش قلق، هي الفكره عشان الجماهير بس. مش قصه قلق الجماهير واللي عايز يتصور والكلام ده. لا طبعا طبعا نقطة مهمة، وعشان كده احنا في فندق الإقامة أكدنا على إن ما يكونش في دخول إلا بتصاريح لفندق الإقامة. أيوة. حتى لأعضاء السفارة، حتى لكل المصريين المقاولين، أي حد لازم يكون له تصريح. تمام. يبقى عنده تصريح، وده بالتعاون طبعا مع اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي للكورة. يعني ده برضو اللي هيحصل في ملاعب التدريب، ان مش مسموح لأي حد يخش عشان نتفادى أي مشكلة أو المشكلات اللي حصلت في السابق. تواجد الجماهير طبعا بيبقى بيمثل عامل ضغط على اللعيبه. طيب هي طبعا أبيدجان هيقام فيها مجموعتين تقريبا، هيتلعب فيها مجموعتين، مجموعه كوت ديفوار، مجموعه كوت ديفوار ومجموعه مصر. تمام. هل تمام. طب بعيدة. المسافات كابتن احمد سليمان كان عايز يسالك على المسافات ما بين المدن مع بعض لقاء في البطوله. بعيده يعني لا يعني في بعض المدن طبعا بتبقى بعيده شويه، ولكن يعني المشوار بيحتاج مثلا بيبقى التحرك ساعتها مثلا باوتوبيسات، يعني زي الفريق الجزائري اتخيل ان هو في مدينه بواكي اعتقد، هي تبعد برضه عن العاصمه بحوالي 350 كيلو ده اذا كنت ما اخطاتش يعني، ولكن لا في المسافات مترامية فهتبقى مصلحه كبيره ان شاء الله يعني لو قدرنا في أبيدجان ان شاء الله. غير كده في برضه المسؤولين عن ده الاتحاد برضه شافوا بعض المدن الاخرى وشافوا امكانيات التواصل او التوصل الوصول من المدينه اللي احنا بنلعب فيها اللي هي أبيدجان. معانا اللي هي العاصمه السياسيه. معايا حضرتك؟ معايا يا فندم. العاصمه السياسيه اللي هي ياماسوكرو وسان بيدرو، وياماسوكرو وسان بيدرو وبواكيه، فدول ال طبعا المسافات بتختلف، ولكن يعني زي ما بقول لحضرتك نتمنى ان تفضل الفريق المصري طبعا يبقى مصلحتنا كلها. مش موضوع بس التنقل، موضوع طبعا نقل الاوتيل ونقل طبعا الشنط موضوع كبير. حضراتكم متفاهمين القصه دي اكتر مني. طيب احنا من المتوقع ان احنا نشوف الجماهير قد ايه في الملعب مثلا في كل مباراه؟ الجاليه المصريه قد ايه؟ الجاليه المصريه في 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 أبيدجان نفسها، يعني انا من اوائل الحاجات اللي عملتها ان انا التقيت مع جانب من اعضاء الجاليه. في يعني طبعا اهتمام كبير من الجاليه، يعني بنتكلم في حوالي ممكن يكون في الجاليه المصريه مش كبيره في كوت ديفوار، بنتكلم في حوالي من 3 الى 4000 مواطن ومتفرقين في مناطق كثيره في مدن كثيره. فاحنا يعني نحب ان احنا نشوف يعني من 500 ل 1000 مشجع، يعني المهم ان هم يعني حسهم يبقى عالي طبعا وهيعملوا شغل كويس باذن الله. طب هل السفاره وفرت ليهم تذاكر؟ النصر يعني تنسق مع الاتحاد المصري لكره القدم. انا طبعا تواصلت مع المسؤولين في الاتحاد وتواصلت مع الاستاذ جمال علام، فهنحاول نشوف الموضوع التذاكر، لكن هو طبعا اللجنه المنظمه موفره منافذ للبيع للتذاكر وايضا موفره عن طريق الانترنت. انت عارف حضرتك ان في يعني زي ما بنقول ريستريكشنز او في يعني مش عايزين اي حد ياخد اكثر من 5 تذاكر. ايوه
زي ما حضرتك فاهم في بيبقى في سوق سودا بالظبط كده. فهي النقطه بيبقى في موفرين 5 تذاكر بس لكل شخص، ولكن التذاكر حتى الان متوفره ان شاء الله باذن الله، يعني يكون التواجد القوي في ماتش الاولاني بتاعنا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله بإذن نحاول يا فندم، نحاول برضو لو ربنا كرم في المجموعه وخلصت اللي احنا البلاد اللي حوالين كوت ديفوار نشجع الجاليات تيجي والكلام ده كله، لان ده شيء مهم جدا. بس انا عارف مشوار صعب من مصر، يعني نقطه مهمه جدا. نقطة مهمة جدا صح، وانا متفق مع حضرتك يا كابتن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله معلش. وكمان مش عايزين الجاليات العربية، يعني في جاليات عربية اخرى لبناني، يعني طبعا تحب جدا انها بالظبط كده تحب لبنان اكتر. لبنان اكتر ناس بالظبط، كوت ديفوار كلها لبنان. كتير هنا المواطنين اللبنانيين طبعا، ويعني ان شاء الله باذن الله يكون في تواجد قوي لتشجيع المنتخب المصري. طيب هل في حديث عن حضور جماهير من مصر في المباريات؟ هو زي ما حضرتك عارف في بطولات سابقه حصل بتحصل الموضوع ده بطيارات زي ما بيقولوا عارضه يعني، ولكن حتى الان في كلام ولكن ما فيش حاجه مؤكده. اتخيل ان لو ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا وطولنا وكملنا الاقبال الجماهيري زي ما حضرتك عارف هيتزايد، وساعتها ان شاء الله هنقدر ننسق مع الجانب الاستنطاط المصريه باذن الله بحيث ان يبقى فيه طيارات ان شاء الله. بنشكرك فندم، مفيش حاجه يعني. بنشكرك يا فندم على سعه صدرك، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك، ويبقى يعني بعثة منتخبنا دايما في امان. واعتقد ان انت يعني اديتنا معلومات يعني واضحه جدا جدا جدا. سياده السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار. ايه اسمه حلو شريف سيف. لا وما شاء الله يعني راجل يعني. حاجه جميله جدا ولبق ومتكلم وبيجاوب على